يا ريس، بعض الناس ما يعرفوش من اذكار الركوع الا سبحان ربي العظيم. لا، في اذكار كتير، وارجع لكتب الاذكار. من اذكار الركوع كذلك سبحان ربي العظيم، او سبحان الله العظيم وبحمده رب اغفر لي. مهم جدا دي. يتأول القرآن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفر، يبقى تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. أو في رواية الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول سبحان الله العظيم وبحمده، وانت راكع برضو تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. تقول كمان ذكر كمان سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. انا كان نفسي اقول الكلام ده وانا راكع صراحة، لكن خلاص خلص الوقت واحنا واقفين على الركوع. انا هسيبكم راكعين لحد الاسبوع الجاي. خليك راكع. سئل بعض السلف هل يسجد القلب؟ قال نعم والله، سجدة لا يقوم منها الى يوم القيامة. الملائكة في البيت المعمور منهم الراكع إلى يوم القيامة، ومنهم الساجد إلى يوم القيامة، ومنهم المسبح إلى يوم القيامة. فأنت عايز قلبك يركع الأسبوع ده، عايز قلبك يركع يخضع لربنا، يعني قلبك يعمل كده. قلبك يا سلام لو ركع القلب. الله، لو قلبك ركع وقعد قلبك يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لو قلبك قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح. احنا دلوقتي هنجرب قراءة الفتحة صح، وقراءة قل هو الله أحد صح على الأقل، لحد ما نجيب شيخ يعلمنا. وأنا بقول دايما معلش ما تزعلوش مني، أنا بحبكم في الله، إن ممكن حد يجيب الشرايط بتاع الشيخ الحصري أو غيره اللي هو القرآن المصحف المعلم ويقول وراه هيقرأ صح، بس إحنا أحيانا ودنا بتخدعنا، تفكر إنك بتقول صح وإنت بتقول غلط. انت محتاج حد يسمعك، فمحتاجة بقى اسرة تقعد مع بعضها يسمعوا من بعض، برضو ممكن يكونوا مش عارفين، فانت محتاج شيخ، انت محتاج شيخ يعلمك القرآن. فرصتك قبل رمضان يعلمك بس مبادئ، والامور سهلة جدا. ربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. انا بحبكم في الله، بتعبكم؟ لا، قولوا لي تعبك راحة، اقول لكم لا مش ليا، قولوا لربنا ان احنا بنتعب لك يا رب، وفي تعبنا ليك راحتنا وسعادتنا وقرة اعيننا. احبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد من الله على المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله،
بدون مقدمات. انا بحبكم في الله، وزي ما انتم شايفين كده رمضان داخل علينا، واحنا الموضوع جاي كله جري 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 جري، زي ما شايفين في يعني جري، انا جاي لكم جري وهخلص وامشي جري. المغرب 7 إلا 6 دقايق، فكل اللي بقينا بالظبط نص ساعة. انا بحبكم في الله. 7 إلا 6 دقايق كله يسيبني ونروح يصلي، وانا هسيبكم قبليكم ونروح نصلي المغرب باذن الله تعالى. انا احبكم في الله. اهدى كده بقى علشان نختم الصلاة. احنا بدأنا الصلاة، رفعنا ايدينا، وضعنا اليد اليمنى الكف على الكف على الصدر، قرينا الفتحة والسورة، رفعنا ايدينا تاني، ركعنا، بان الركوع واضح جدا، رفعنا من الركوع الرفع، وقلنا اذكار الرفع من الركوع، وقفنا حتى عاد كل عضو الى موضعه، نزلت الايدين في جنبك، او الشيخ ابن باز وبعض العلماء يقول ارجع الايدين على الصدر، ارجع ايديك جنبك، وبعدين هنبدأ ننزل للسجود. كنت بقول اخوتي وانا احبكم في الله ان الصلاة معاني، اسرار، مش حركات، مش تمارين رياضية، مش اداء واجب ونخلص. عايزين نصلي 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 صح، ورمضان داخل، والصلاة يعني شوف، قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. هي كده، إذا صلحت صلح سائر عمله. لو الصلاة اتظبطت كل الأعمال تتظبط. هي كده قضايا مرتبطة ببعضها يا جماعة. عارفين اللسان، اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا، اللسان كل الأعضاء إذا أصبحت تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. اللسان، إذا لسانك اتظبط يتظبط يومك، إذا لسانك استقام تتظبط استقامتك. سبحان الله العظيم، أحد العلماء يقول وجدت التقوى في كل شيء سهلة إلا التقوى في اللسان. إن الإنسان يتقي الله في لسانه، التقوى بقى، التحري عند كل كلمة عند كل نقطة، إن الإنسان ينطق وهو حاسس إن ربنا سامعه، وهو حاسس إن ربنا شايفه، وهو حاسس إن ربنا قريب منه، وهو حاسس إن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه. عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت، فليقل خيرا او ايه او ليصمت. من كان يؤمن بالله ان ربنا سمعه وشايفه، واليوم الاخر ان يوم القيامة سيرى كل ما تحدث به مكتوب ويحاسب عليه في اليوم الاخر، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. شوف لما تيجي يوم القيامة وتقرأ هتقول ايه؟ هاؤم اقرأوا يا كل الدنيا اقرأوا، ولا هتقول يا ليتني لم اوت ولم ادري؟